لحنا رانا في كيما يقولوا حنا في الكور. هذه اقدم شجره جو بونس مغروسه هذه. اه هيك هذه دعوة مسحبة. لا غير كلامه ندخلوا بلاص دار المدينة القديمة. لا غير كلامه يا لا بلاص دار. سمعت الحاجة هنا لاميري هذه هزت لابوبا قدام البلدية. شا هنا يدخل شوشان هنا ها ها البيرو تاعو يدخل من هنا فوبالا. شوف غادي شاشة. السلام عليكم. خاطر عديت من هنا ما عملتش فيديو مليح على باتسري تاع شاشة هذه. السلام. هذه اونسيان حب يقول ها جو اونسيان باتسري مش من عام هذه. حب يقول حاجة على راي اني دخلت الكارتي درك سي بون غير راح تترك احنا ها هذا ها 78 هذا هو شاشة. احنا هما شاشة افهمي شاشة ها خويا ما يعرف هذا فوق هذا هو صاحب الوحدة المحل. هذا هو اونسيان دراج تاع بكري ها سما هنا لا لي كارامول هنا لا لي سينيرا مولاد الاولاد المدينه القديمه انتم هكا القديم هذا الحاج هكذا صحتك يا خويا الله يسلمك. شوف اخويا الكرم تاع الناس ما شاء الله الله يسلمك. انت ثاني والله تحب تشرب انا نخلص لك والله نورمال اخويا. هذه لا سينيرا. واش معنى لا سينيرا؟ انا معنى انت قداش قدام جايبينها بالعربيه لا وش بالعقل بالعربي وش معناها لا سينيرا؟ سينيرا حنا تلمونا عليك ما نقراوش مش عليك انت والله كنت لقاها بالك عنده 70 سنه تقول وش معناها. شوف هي سهلة هاي غير طل. شوف حنا نقولوا بالله على النبي تيز برك. شوف اقرا مليح ها اقرا اقرا هاي شو الطابلو هاي ها سينيرا برك سينيرا. المجلس الوطني للثوره الجزائريه الثوره تحت الثوره تاع الكل كامل تحت الثوره عامه اي صحت عليك صحت الثوره مي هادي سيانا راه كي سينيرا راه رجعي علي دوري رجعي علي هاري كرامو معناها المجلس الوطني للثوره الجزائريه بالعربيه كيما يقولوا اون فرونسي كيما يقولوا حنا الكونسي ولا ناسيونال لاسومبلومون الجيريان هكا هاي جو بونس هذا هنا لا غي كارامون ما قدرش بيا علاه باش بدا يضرب بيا علاه وتوجور المدينه القادمه عندها الشارع هكا في سيتو هكا سيوانا اول مره سيوانا العام هذا اول واحد حلها في عنابه جو بونس هذا من بعد تصب النور العام نتاع العام 2023 صلاه الاستسقاء قريب شهر باش تصبط اخويا الحاج هاك انت الاولي حليتي سيوانا في عنابه دش انتهى بالك فرد السفرات وقت صلاو في صلاه الاستسقاء تلقاو صبتها يصليو من دلوقتي شوف لازم يصفيو قلوبهم الناس تاعنا ماهمش ملاح دونك لازم نصليو ما تبقى نعطيو كادو على بكسر نتاع حاولت اول اول واحد حل سيمونه في عنابه عايش هنا هي يا خويا صح
اها دخلنا المدينة القادمة في الأجواء الأمطار هكا بدات تصب النو هذه ثاني كيما نلقاو ملفاي عنده لهيه ناكلو شوية قاط هذا الغريبة مش الغريبة هذا السلام عليكم ملفاي هيا ملفاي انا جو ملفاي تاع البلاد ها هذا خاص ملفاي في الجزائر 2500 كعبة قول 4000 5000 راح يقلبوه لنا ونديري يا بالك راح تبس كعبات اسمع راح يقلبوه لنا 5000 الكعبة 6000 ملفاي يا صاحبي تاع السيد 5000 هاي 5000 2500 قول اش 2500 الخا يدهش ها بصحتك ها واحد يما احسنتك اسك شويه صافا او فيديو ها صافا صافا وين بها انا استني في المسجد راح داخل المسجد اها واش من نشاطات اللي عندنا في اليوم انا نخدموا شويه في المسجد اخونا كادار راك تشوف النشط الله جاي يجري راه يبارك المسجد اخويا ها ندخلوا ناخذوا لا جون جون انا نخدموا على واحد بسم الله ها وجه الله شفت وكان غير البون ديو الحمد لله هاي لا بلاف ها الحمد لله شنو كان عندنا موعد مع بعضنا صدفه جينا صدفه الحمد لله احنا وين احنا لهنا احنا في المدينه القديمه لاري هذه لاري عدولها كبرخان 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 لاري تاع اليهود تاع بكري اها وهذا المسجد تاع اليهود تاع بكري هذا ولا مسجد درك هو المسجد حلوه الحمد لله نحن قايمين به وكلش في اي حاجه قايمين في النظافه في الريغلومون تاع ربي سبحانه عز وجل سبحانه صح هاي ناتنا كيفاش تحل المسجد اخويا فيديو راك تشوف ها خويا راه شوف ما انت اللي تفتح وتقفل معاه انا وين نفتحو نفتح انا وصاحبي يفتح في الفجر ما شاء الله على المسجد هذا وربي يقوينا في الخير ان شاء الله ان شاء الله اخويا كادير يهدينا كل ها جا من الخدمه تاعه وجا يجري ديريكت شوف ما شاء الله الخدمه الحمد لله ها افتح اخويا قبل لاجونس وجينا نحل وها هكذا بسم الله توكل عليك او قريب المغرب ها نعم قريب المغرب اخويا افتح اخويا شوف الباب بسم الله بيت الله كنا عليك يا ربي تسمى لك واش تعمل دوكا اكزاكت تعمل تنظيف نعمل نيتواياج بوغ لا موسكي باش كي الانسان كي يدخل في النظافه نطفو الميضه نطفو لي تواليت توجور كوم سا في الصباح شوف او بو ماتان في 3 دو ماتان جينا لهنا نحل المسجد نقيم قايمين بالنظافة في الفجر في الظهر في العصر في المغرب في العشاء نجم نصوروها من داخل المسجد بيسر. هاي اخويا راه داخل مسجد ابرخان مسجد الغريبة مسجد الغريبة كيفاش كان بكري معبد يهودي هذا قبله؟ نعم هذا معبد يهودي نعم معبد يهودي كيفاش كانت القبله تاعهم هما مين القبله تاعهم؟ القبله تاعهم هكا دايره كيما كيما المسلمين ها؟ والله شعل الضوء هكا بسم الله الضوء ما كانش الضوء هذا كاين معليش خد راحتك كاين بسم الله هايا فهمني برك خويا كادير القبلة تاع وقت اليهود كيفاش كانوا هم يصليوا بكري كان هنا القبلة تاعهم نعت لي هنا كانت القبلة تاعهم كانوا يقعدون هنا كانت عندهم الكراسة
كانوا بكري فوق وقت اليوم كانوا عندهم الكراسه هما هكا شغل كيما نقولوا في في دار الشرع عندهم الكراسه تاعها من هنا ويقعدوا من هنا هما يقعدوا هنا البحث تاعهم البوب تاعهم كان البوب تاعهم يقعد هنا الناس اللي تحكي باسكو اللي صغير يقابلهم هو هاي فوالا يقابلهم من هنا وكاين الكراسه كيما الكنيسيه الكنيسيه جات الكنيسيه من بعدك مع الوقت اخرى مع الوقت صافي لونطون تحل المسجد تحليناه مسجد يعني حبيت نفهم القبله تاعهم البيت المقدس ولا المكه كيفاش نفس القبله يعني ما فهمتش يعني انا القبله تاعهم كان يقعد من هنا كان يحكيوا عليه يقعد من هنا شوفه كان يقعد من هنا والكراسه تاعهم طوال من هنا ومن هكا يعني القبله نفسها يعني القبله هي ونعت كيما يقولوا الزوايا تاع تاع المسجد كيفاش الاماكن تاعهم اللي كانوا كيما نشوف الفوق هنا كانوا يقعدون هنا حتى هما كانوا يقعدون هنا هذه كل تاعهم هما باسكو هذا جامع كامل تاع اليهود هذا كامل هذا الكل وعندهم بلاصه الفوق خلا بلاصه الفوق خلا يقعدوا فيها كذلك نجم نصوروا معليش نطلعوا الفوق هاي ما كان حطها شوف خويا غير هو اسمه غير اهدر برك معك هذا غير قول برك شوف ها هاي خويا شوف شوف لا دقيقه برك معليش بسم الله نسوى الأمس والأقمصة ثم صلاح ولا اسمه صلاح الدين الأيوب المجد هذا صلاح الدين الأيوب محرر القدس إن شاء الله يجي واحد كيفه أخويا وسدي حروها القدس أخويا وفلسطين أخويا إن شاء الله والله العظيم غير الحمد لله هاي بسم الله هاي اخويا كادر عبد القادر هاي شاف اخويا ندخلوا للمسجد الغريبه بلاد عنابه وناس الجزائر وناس الغربه شوفوا الزوايا تاع المسجد مسجد صلاح الدين الايوب تاع المدينه القديمه لولايه عنابه هذا مدخل النساء هذا مدخل النساء انا ولا يخدموا فيه هاون هنا كانوا بكري شي يقعدوا اليهود هنا شوف كانوا يصليون هنا باسكو كان كل واحد تاعهم من هنا كان كل واحد هذا وسيت اليهود ودي اسمح لي نجمه هذه النجمه هذه تبت تحم هما هذه تحم انا عم لا انا عم ممكن كي مكه ما تبت ما والو في المسجد هذا ما تجبد نجمه داوود هذه انا عم سبحان الله هاك تشوف انا عم تبدل والو ما تبدل والو اخويا باقي كي هو وشي تحل المسجد كان بكري جماعه اليهود من هنا وسي كان من نخرج بسم الله عندما مخرج كان يحطون هنا الديبو تاعهم حطوا الديبو تاعهم الحوايج تاعهم هنا الحوايج تاعهم ما يسحقوهمش سما الخرده ولا حاجه انا عم سما هنا هاك تشوف ها كيف دوك زدنا عندك ليكاتك كذلك زيد صور من هنا الواحد تاعهم هذا النزومي هكا انا عم هكا الضوء تاعهم هذا الواحد تاعهم واش هي الوحده تاعها هذه هذه صور الزازه تاعها هذا حتى هذا انا عم تاعهم من وقت من الزازه تاعهم انا عم تاعهم الحمراء والزرقاء انا عم من وقت هما شوف انا عم من وقت هما زيد ما عرفت لك زاد ما عرفت من هنا او كيف كانوا يقولوا هنا بكري بكري اخرى كانوا يقولوا من هنا كيف كذلك بلاصه هذه تاع حماما تسمى هاي نجمة داوود نبي داوود على بالك انا عم زيد نطلعك الفوق مازال فوق فوق تاعهم كيف خصنا دقيقه نخرجوا على تراس مع الشيخ لا كاين انكول يا خويا يمكن اول واحد مره طلع له بالك سيدي باسكو ياسلنا شويه لي شافوداج من شافوداج باسكو درنا صدنا السيركوي هذيك الخطه تحرق تايا انا قاعدين نخبو فيه يا خويا فات اتونسيون بسم الله شاد الكراج قلت تاعهم من وقت حتى هو الكراج تاعهم من وقت ما هو لا تيراس النجمه هذه النجمه هذه هاك تشوف يا خويا ها شوف سبحان الله ها واش كاين من الداخل كيف هذه ستين واحد ظل فوق كنا نصليو على
خاصه ان السيركوي تحش ما كاينش الضوء ما كاينش الضوء هنا من نطلوا على هنا نطلوا على الطريق اللي جينا عليها هنا ها انا دخلنا ودي هنا رايبه هنا نعم هذه كانت سكن كان سكن يسكنوا فيها السكان بكري خلاص فها شارم كي تشوف هكا نعم المدينه القديمه جمعت لي فيلا بين غير الباطيمات اسمع الديار والحوانت من تحت شاف انا الشارم شاف انا ها الشيراتون تاع الشيراتون يتبنى غير تاع الخلايا برك خلينا منها هاك تشوفها هاي هنا طل سقاق عرب كيما يقولوا عرب بني عرب صاحبي طلوا هنا والله اسمع طلا من مقطوعين يا جد شوف شوف والله واحد الطلا عندها واحد الشارم فريمون نعم نتلاقاو بهذاك شوف لهنا لي زوتيل تاع الخلايا ربي ان شاء الله راح نخدموها ان شاء الله يا اخويا ربي ان شاء الله راح نخدموها او كاين الخيوط خارجه يا شيخ حتى الخامته اللي كاين شوف الخام ونكفي تونسي كوب وباب صغير شوف هم يحبوا البيبان الصغيره هذيا مين يخرج هذا الباب هذا هذاك سده هذيا عيطوا لها سده بكري معروف السده بك ديار العرب بكري يقول لا استن كلوا هذا سده هذا سده كامل دخل الداخل تحبي الحوايج يخبيو الحوايج يخبيو الحوايج يا اخي خارج اليوم ديطايناه الغريبه سي بون زيد حاجه هاول شويه الفوق شويه دونجي يا بيتها لا ان شاء الله راح نخدم برك زيد حاجه اخرى خويا تخص المسجد تاع النساء شوف صوره الناس تحب تتفرج اخويا يشوف لازم تعمل حاب يقول شويه مجهود اللي قراوه شوف النات اللي هنا هاو واش هذا هادو ما ستان ديبو تاعهم هما تاع بكري خا عندهم فيه كراسه عندهم فيه كراسه نصوروهم دراري صغار يقراوهم نجيب نصوروهم من بعيد برك يقرا قران هنا كاين يقرا قران ليش الاخت دقيقه برك انا نهضر معك دقيقه برك انت السلام قاعدين نصوروا برك هذوما نجمو نصوروهم دراري صغار كدوا جمع تصوروا فيديو على عنابه ولا اماكن اثريه لا ما تبانش انتم خاطين انتم هاي انا صغار هذوما ما يجيو يقراون هنا قران هكا يا اختي هنا يجيو يقراو القران يقراو من قدام قدام وي نعم دراري صغار هنا هذا المشي واللي كان بكري جمع بين يهود دركا يقراو فيه دروس كذا بس فهمتيني ما شاء الله ما باش حنا نحطوا الناس يجيبوا اولادهم يقراوا نعم هذا هو النيه تاعنا حنا باش كل عام ثم نجيب الناس يقراوا اولادهم لهنا ما شاء الله هاي هذ الاولاد هاي هاي هنا يقراوا هنا لازم تحفظوا قراوا مليح ها هاي فهمتوا حتى ذاك كراش قديم راه كحله وبيضه من بكري كراش انت عم ماما من وقت بكري هاي تفضل وين يطلعوا يطلعوا من تحت من هنا هاي يطلعوا من هنا من خرجه تاع من هنا عندنا مخرجه واحده هاديه هاي من هنا خرجنا على هنا تخرج على الزنقه يهود باينين على بالك يعرفوا الدخلات والخرجات على بالك عندهم شاشه هكا عادي اختي عادي لا خلي عادي انت لا نحن نصوروا بلا طلع يلا من هنا لا بنتي تقرا هنا احنا عايد عليها ذكر عادي اختي ما عليش ربك في عونك ان شاء الله هاي سنحن انا لا خرجت احنا من هنا ما خرجنا حبيبة تدخل منا تخرج منا يا ذكر وين هي ام بيبا هكا خوي ما عليش يرحم والدي هو تقدري تطلعي تقدري نعم ونحن خاطين اون بيبا شخصية من تاع كان انا خاطين هنا تاع المسجد برك اطلع 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 معليش اطلع بيبا واش راح نقولها بيبا ها يا خويا تاع الدار شنو ما تعمل لي على هذا
دقيقة نعتك حاجة أخرى؟ آه نعتك ستة الميدة كيف حاج السلام عليك أنا في نعت هذا أخويا جمال ثم نخدمه له هذا يحل الصباح انا نحل عشيه هو يعمل نيتواياج وانا نعمل نيتواياج والماء وهنا نيتواياج كل ديما نيتواياج يعني واش يخصكم انتم هنا سي جامي الناس الخير يجيبوا هكا حوايج كيما نقولوا سحقوا كيما نقولوا جافال الجريزيل الشكايه ما كاين ناس الخير تمد كاين ناس فيهم خير كل ديما كلش ما ناس ما كاين يجيبوا لنا واللي كان يحبوا باغ اكزومبل يجيبوا الناس يجيبوا الناس هنا كيما نقولوا جافال الجريزيل الشاشيات الشاشه في التنظيف يعني خاصه التنظيف والتنظيف وزيد تحاول يتكلم معاك ويتكلم معاك يعطيك دي زي دي هكا عفساتك انا واش نقول برك علي طابي كنت عاملهم بلا ماشين هنا جيبوا لا ماشين وتنطوايو بهم كاين دي ماشين نطلبوا اللي يحبوا يعملوا الخير في المجد صلاح الدين الايوبي تاع المدينه القديمه يحب اكزومبل يجيبوا لنا دي ماشين من عندهم هما يعملوا نيتواياج ولا نطلبوا من الفوق اللي نعتها لك هذيك يحبوا يخدموا هنا البلاصه هذيك اللي نعتها لك يخدموها لنا يخدمونا باسكو عندنا امور هكا يخدموها لله في سبيل الله ما نسحقوش دراهم هما اللي يحب يجيب يخدم يخدم مع راهم انا والله جمال هو جمال حتى الاخ جمال تما هو مسؤول وانا مسؤولين على المجد هذا تما اللي قايمين على لونتريتيان تاع المجد النظافه و... انا عم كيما تقول حاجه الاخ واش تما لقى وعدنا واحد دروك هاو نستناو في الرد تاعو باه يجي يدير الدي في تاعو ان شاء الله ونحن نتمناو اللي يقدم يقدم يخدم كان حتى مشكل ما يشكال اللي يقدم يقدم يخدم اللي يصور طاير فوق اجرنا كنا على الله بيت الله لازم نخدموها هذه والحمد لله صلاح الدين الناس الكل تهضر عليه على النظافه تاعو سوم الاخ كادير يعني قايم الله يبارك يعني الناس الكل تهضر حتى الاخ جمال سي حتى هو كذلك يعني حتى هو قايم شويه ما هو اكثر عندي مسلاني شفته شفتو جاي يجري الله يبارك شفت كلش بالبيان حتى هو سفره في المجد هذا يعني من بكري الله يبارك سفره هو فقط هنا لي طابي لازم عبالك لا تعرف الفطريات والرجلين واحد لازم هنا لازم ان ماشين كوتيزاسيون شي با كيفاش تتفاهموا احنا العام كانت واحد لونتربريز جابت لنا لي ماشين هذوما نظفوا هنا سير بلاص بعد ما تكفيش وفي واحد برودوي الدنيا ينحي لك صحه الغبر ومن بعد يغسلوا ويشيحوا من لازم تكون عندكم ماشينه لهنا تغسلوا تقريبا كل سمانة ولا صار عنها بروغرام لان عندك شوف لان عندك الامراض عبالك هما رجلين وحوايج بزاف ماذا بينا من الناس الخير يعني كي يحبوا يطوعوا ويشراها يشريوها ونخليوها ماذا بينا لا من ثم تعملوا مش سمانة مرتين في السمانة تعملوا نداء لبعضكم وتشوفوا تشوفوها شحال تسوى تسقام وتلموا بعضاكم انا قال لنا في داني إيه لازم تمدوا الفكره هي الفكره لازم تتمد الفكره نعم نحن نعملوا ندا معك انت يعني نطلبوا من الناس جماعه الخير يعني عندك خبر انت في هذا تمد انت الصوت تاعك يعني يمكن الناس تسمع مم حتى انتم الاداره تعملوا اعلان من عندكم فيكم وعندنا الاخ كاكي تاعنا والكتريسيان تاعنا هو الاخ كاكي تفضل هذا الكتريسيان تاعنا الفكره يجي من لا عدم بس حاجه صغيره مش يعني لازم حاجه هذا وسي الله يبارك يخدم معنا الكتريسيان اي اون بان في المجد هو اللي يعملها ما شاء الله اي هو يخدم معنا يعني الله يبارك نقولوا له يجي مونطي يصلي معنا اوقات كل الله يبارك يعني يسمى المصلحه او بيت ربي هذا انا من الجميع صح ولا لا؟ التمسيه اخويا هذه وجه الله كلش حنا نحن نخدموا قد وجه ربي ما كان حتى انا فقط انتيري الفكره نخدموا لو بون ديو هي الفكره تاع لي طابي هذه نعموها على الجزائر كامله كعنابه هنا كان المجد هذا باش دي الطابي ديما يكون عبرك راك تعرف لازم يكون نظيف عبد يسجد اوساخ رجلين واحد مريض واحد راك تعرف لا لا جزاك الله خير انتم تلونسيو الفكره من هنا وكاين الناس اللي تحب الخير يمدوا اليوم 1000 فرانك و 2000 فرانك وتلموها ماذا بينا شحال تسقام 50 100 مليون امبوسيبل لكن يحب يجيب باغ اكزومبل انسان متطوع يسمع فينا يحب يجيب يخلانا هنا تحت وكل مساجد الكل مش غير هذا فقط الفكره هذه لان تدخل دي طابي تاع المساجد اخويا اسمح لي دخل دي دي طابي تاع الاتراك اللي هي في الخارج اصحابي تشوف فريمون الله شفنا صح كاينه منها تدخل المساجد في في عنابه ولا في الجزائر في حالك تشوف يعني الحمد لله نحن المجد تاعنا نظيف احنا قايمين بالوجه يعني على بالي ستو لي طابي كل سمانه يجيو الناس زوز من الناس ثلاثة من الناس يجيو نيتوايو لي طابي عندهم دي ماشين عندنا ماشينات يجيو يجيو ديسبيراتور ما تكفيهاش لازم كومون تسمى نحيو نحيو 50% من الواحد بالماء تكون سبيسيال تاع الطابي زيد نعت لك دوكا الملحاض باللي يحب يقول زيد شوف دخلوا كلش يعطيكم صحة ميضة صحة خويا الله نعت لك الواحد هاي خويا هاي خويا
هاي المايضة شوفها الله يبارك نضيفة. الناكل ديما عندنا وما عندنا بير هنا. كاين بيرة؟ كاين بير من كان جمع اليهود. ما دائما ما يخصناش الله يبارك. ديما كاين. ما يخصناش الماء هنا. هاك تشوف اخويا هاي النظافة تشوفها عينك. ما شاء الله نشوف النظافة كل ديما جافير الكريزير بس في الفجر في الظهر في العصر في المشكلة من النظافة ايش عبده ويعملها في بيت الله هذا عمال الانسان ديما نعمل مونيتوراج اخي كريم وش تقول في المجد في النظافة الله يرحمه البيع وش تقول في المجد هذا الله يرحمه البيع شهادة لله كبير الحمد لله الحمد لله زلنا عندك هذا المدروج كيف تشوف هنا هذا الحوايج تاع الصانيتاريه يعني غادي نشوف شوف دقات لي دقيقه تاع الفيديو كيما لي صانيتار واش عندك ما شوف ها هنا حتى الجريزير كل ديما شوف ها تاع جافيت هامليغون اسمو بليغون كيديريك هذا شوف الله شوف كل ما له وجه لي تواليت وين ها شوف لي تواليت هاي لازمكم هاني شوف الدوزيام تواليت هاي لازم تواليت واش كاين دوش لهنا دوش كاين دوش دوش يا دوش هنا ندوشو فيه ضيف كيما داك كيما تشوفوا فين ترا مليحه يعني الله يبارك لك تشوف حنا طيبين هاني نشوف سما واحد حتى عابر سبيل ولا حاجه يجي يلقى باش يدوش ولا حاجه انا مالي حد يدوش يجي نعطيه الدوش اللي وجه الله عندنا حتى مقابل وهذه الطابله كل اثنين وخميس نحطونا هنا دقلة والحليب كسرة ويجي الناس تصوم وتفطر معنا وإن شاء الله كل ديما المجد هذا إن شاء الله كل ديما فيه الخير وكل ديما منظف ونطلبوا من الناس اللي يحب يجي يعاوننا يجيب لنا الكريزي يجيب لنا جافير يجيب لنا كذا وأجروا على الله باسكو نحن قاعدين نخدموا ليوجه الله معنا حتى مقابل ربي سبحانه كيش ما ربي يقبل لنا إن شاء الله الأجر تاعنا إن شاء الله خويا كادر والله يجزيك ربي بالخير ونطلب المساج كل تاع النبكة ما شاء الله كل ديما تبقى سيرتو المقيم الناس تقيم مستكلفين بال لازم يخدموا المساج ينطفوا المشاز بس كل مشاز زمان حاجة نور من عند ربي سبحانه عز وجل نطلب منها قدام خطر المشاز تاع النبى يعني ولاية النبى المشاز إن شاء الله كل ديما يكونوا ينطفوها قد ما يقدر هذاك شفتي بعينك الأخ توفيق شفتي بعينك صلاح الدين أيوبي كيف يعني الله يبارك فيك إن شاء الله بسم الله نظافة حتى المصلي كيخش يخش في يعني في سكينة وقار مش يلقاك يجي تخيل تلقاه ساعات ناس يقول لك خويا خشينا مع رحيل يعدوا بالله تلقاه يخرج ماذا به ماذا به حتى الانسان المصلي تانا يعاونه المصلي يعاونه سواء في المرحاض ولا في الميضه ولا داخل قاعه تاع المسجد ينظف ينظف عليه هو ان شاء الله اخويا هاي المهم ان شاء الله ان شاء الله الصوت تاعكم يلحق شوف شنو نعمل توفيقنا هنا فضينا صيف الفيديو فض فض سي بون